في العيد ويوم الثلاث ليش صاير عندي مناسبة وايد زينة إن شاء الله بعلن عنها باكر. مناسبة سيرة الباكر العصر وبابات وبصبح نهار ثاني المناسبة الرئيسية انزين اللي هي يوم الثلاثة الضحى انزين يوم الثلاثة العصر بعد عرس بعد مناسبة وايد جميلة والله يبارك لهم إن شاء الله هذا كله باكر بخبر عنه انزين. واليوم اتضح اني عندي جلسة في المحكمة الساعة 8 والساعة 10 بعدني ميلس وما دريت عن الجلسة الا قبل نص ساعة فلذلك اخرت لين يلغنا الوجه ولين صبغنا الراس شو امور هلق واسمع يا باغم كلهم عنده ما بساد انه لازم انت تي وحين ساير له يلا برمسكم عاد بنوصل يبي يسأل عن الريوق الريوق اليوم يعني الله يحفظ تبود لكن ما بتبود الدياي اللي تحيدونهن لا تبود الكويل شفتون الثلاجات اللي البارح اللي ين ترى يعني الله يطول بعمارهم ويحفظهم ليه من دبينهن حتى التبود مالات الطيور بمغسلات ومعدلات وبس سووا لي اياهن اليوم على الريوق الحين ما ادري كم شب طير يمكن 200 شب الكثير وغاديات ترى كل شبده لكبر حبه القهوه اي والله انا اول مره عبط مع حين هالشبود الكويل الفري ثانك يو حفيظ اسد اسد شو اسمه هريس ثانك يو فيري ماتش يو نو يور نيم وات از مين هريس وي ايت هريس السلام عليكم صباح الخير يلا لوي وبوس وكل شيء واحد اثنين ثلاث صراحة شو هالشعر اليوم كبركم جاي شعر ليش ما حلقت اليوم نسيت شو انا اليوم بتحلق انا ولا لا زين رقم واحد يلا حبني شكرا اروح ان شاء الله هاي بروح حبيبي عندي عندي جلسة في المحكمة الساعة 8 لازم في المحكمة وحين 10 بعدني ميلس لا حكمة قصار ما القصار؟ ما القصار بسير لهم اليوم بعد ان شاء الله بسير لا معانا بشوف ان شاء الله حبيبي ان شاء الله متى جيت من دبي؟ دوت متى؟ ساعة 2 صحي يعني تقصد انك يعني اني شفتك في الليل وليش اسالك الحين؟ بس ما صورناك انا شفتك الجماعه كلهم ما حد شافك يقولون صلاح يعني ما شفناه نحن من يومين ها انا في دبي؟ كله صوف الحين؟ فنانات؟ ايه ما بطال العرب؟ هنا ما زيل الغمازات ايه صلاح ما حد يسوي لك سبب بسير لهم قصر حبيبي لا 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 حصة 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 ما بلندن امريكا حصة قالت لازم تخف 20 كيلو هاي الباحة ترمسني قالت يبو عندي هيوستن انت انا بسير هيوستن انا ترى بسير الله يحفظكم هيوستن من عقب ما يم لندن باسبوعين او ثلاثة بسير بيرس اسبوعين تقريبا في هيوستن قالت حصة بنت احمد بيصير انا وبيصير وياي اخوي خلف زين وبيصير واحد اسمه صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي اذا ان نزل 20 كيلو كيف بتنزل 20 كيلو؟ متى حصه قالت اذا نزل هذا كله خاص ريوله رويلاته لازم نرويه ركبه شو يسوون ركبك يوم تمشي؟ هذا زين شو يسوون؟ طق 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 خلاص راح ما راح خفيت يعني خفيت يا الكلب قال ابوي اذا خاطر لازم يخف وزنه حق ريوله يصحن وحين صلاح ابوي يصرط في الليل والنهار ما يخلي شيء ما يصرطه عجوز انت انا عجوز العجوز بالله ها ها اللي حي البيضه هاي اللي حي البيضه اللي البيضه لازم بس ما حلقت انت الحين نسيت الله نسيت هالنسيان خرفت انت صلاح مخرف انت مخرف شو وياك؟ تريقت انت لو بعدك؟ لا خلاص ادري شو كلت؟ خس خس؟ هلا هلا انت تاكل خس؟ لا هلا مطلوب اني اصدقك بقبق هذا ها؟ شو تريقت؟ اليوم هني شو ريوقهم اليوم؟ ما اعرف ما تعرف؟ ما اشوف ما اعرف بسم الله دباب بس هذا دباب ايوه
شباب اليوم ترى اسمع اللحم. يلا يلا انقفضي انقف. مرحبا 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 مرحبا. حي دوارك حي دوارك حي دوارك. اشوف راوينا ريوقنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الحوم صح؟ لا شبد بتريق وياي بتاكله شبود ها بتريق له. لا 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 بعد ها بطه. السلام عليكم. جود مورنينج. ها صلاح زين شبده؟ زين. رقم واحد؟ اي واحد. منو تد؟ بعد منو ياك؟ عليكم السلام. تعال هني حطه هني خلي صلاح يشوف. تد شوي شوي. تعال شو هذا عادة؟ وين زارعينه؟ مزرعة في وين؟ وين مزرعة؟ وين بيت منو هذا حينه؟ بيت هذا ها؟ في نمبر لنا؟ انت ما تعرف اسم ارباب مالته؟ جديد انت؟ متى يجي؟ 15 اول. وين شغل؟ شغل داخل ابو ظبي؟ وهني الحين عند ارباب هذا جديد. نمبر 1 ارباب جديد ولا؟ نمبر 1. ايه هذا نمون ارباب في الدنيا ما فيه. يلا عاد تخيل. زين متى؟ يلا عطى من هاتش الحمراء اللي منك. ولا حمراء ولا حمراء. ما بتعطي حمراء؟ لا حرام عليك صلاح. ما ولا سمعتي خلاص. عطى من هاي. لا ها لا من هذه. ها هم ما تعطي منهن؟ لا 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 هاي ها ايوه هنا انت. ها صبر صبر زين. من هذه من هاي. لا خالد لا لا خلاص ابوي ما بطايع الطاهر من الخضر ولا من الحمر. بس بس شو بتسوي؟ كيف رايك توكل على الله. يلا هي ماشي. بعد اليوم حق دريول بعد عقب شوي يبو الكرت ماشي. حد يابلكم ولا ما ياب؟ عن المشاري لا بد ولا عذر من مخاسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير. هي أكيد مساكم الله بالخير. جريب يدنا الظهر عشان حد يظهر من بيته. جريب يدنا الظهر. يا مستمتع مستمتع باليأس ويا صلاح ويا الفري. ما عندي شغل يعني وايد ضروري أني ضروري أني أظهر الساعة الفلانية. عندي جلسة الساعة 8 والجلسة إضافة عنصر يسمونها تركة. يسمونها الجلسة إضافة عنصر وهذا ما ياخذ وقت يعني. وما شاء الله مراجعين وايد اللي ما يحضر قبل يخلون الجلسة موجودة. يا غير ما جيت يومين ورا جلستين تنشطب وترد تسجل قضية من يد جديد. شرات اللي المرة اللي خطفت أنا المرة اللي خطفت أجلت الجلسة مرت ما بأجلت تبعد تغيبت وانشطبت ردت سجلت من يد جديد دفعت رسوم 200 وحينها ساير عاد حق. أقولكم بالنسبة شو بقولكم والله يأتي مسجات يتخبرون والله كلت الكبود وما طريتن. كيف يعني ما طريتن؟ يعني أنا أبوه ترى طارين هاك اليوم كبود الدياي الودي هاد عاد ما طريت عن كبود الفري. كبود الفري حفظكم شوية شرات المرورة فيهن. أنا لطمتن ما سويت لهم 1 و2 يا غير فيها طعم مرورة. أتوقع لأن المرارة اللي فيهن من دحقة ويا الكبود على هالأساس ساطي طعم المرورة داخل الكبد الكبود أثناء الحمسة. فلذلك طعم مرورة فيه متغلب على كل شيء. مطيبين الكبود بكل ما لذوا طابية غير المرورة هي اللي أثرت. وما علي أنا رطمتن ما عندي 1 و2 الله ملك. المرورة القاطعة اللي هي يعني ما تروم تاكله الشيء لا في شوية تتلاه شوية مرورة تتلاه يعني في آخر الطعم تطعم قرصة مرورة في تلايا الطعم
في شوية مرورة، أتوقع أن من المرارة اللي على الكبد مفروض أنها تنشل، يمكن حفيظ ما شلها، العلم عند الله. كان بيشعل كبير وكبر النملة ما بيوبل، خبصا هو قلنا بهن يا حبيب النبي، اللهم لك الحمد. نعمة نعمة الناس أبوي ما بلاقطين يأكلون قرطاس، قرطاس ما بلاقطين يأكلون، نحن أبوي تلدد وما لدى وطاب، اللهم دمها نعمة، احفظها من الزوال ولا تغير علينا يا رب العالمين إلا إلى الأحسن. عندي مقترح للي عندهم أخذ القرار، للي بيدهم أخذ القرار، يعني مقترح بس، يعني في خاطري أن كل دائرة من الدوائر في حدودها يدخل فلتر، فلتر مثلا المحاكم، مجمع المحاكم، مجمع وزارة الداخلية، مجمع مجمع زايد الرياضي، مجمع خليفة الطبي، يستوي فلتر كامل لكل منطقة، لكل منطقة فيها فيها شيء مهم. يعني الله يسلمكم ضاري، عادة تروح أنا قبل ما بعد ساعات تصورني هاي لك السلام، ضاري تروح قبل ما أنزل بالسيارة، وحين قبل ما أنزل وأنا تروح فقير الرجال يقول نمبر ون، ها تعال أروح، تعال زين نمبر ون، يلا شكرا حليل مهان علي، شفتي طالعني في طرف عين، يلا في مال الله. حتى جمود الفري تاكلهن، ما احنا نعق هنا، وانا ابوي انا ما اعق شيء، انا ما اعق شيء ابدا، ولا يكون علي عيبني طازه هسع مذبوحات اعقهن، وميوبات منظفات معدلات، لا بعقهن ولا عندي خبر. السلام عليكم، كيف انتم؟ اي والله بيكون عي عق هنا، لا والله قد عيتنا الله خير الحمد لله، ابوي مر ولا ضر، مر ولا ضر. السلام عليك. عليك السلام، الله بالخير، المحكمه ما شاء الله. نعم طبعا قضت الامور الحمد لله، الله يسر لنا ولكم ان شاء الله. امين. وامه محمد تشوف المواضيع الحين، شرات الاول لا والله ولا بسرعه يتخلص الامور شوي سهاله وشوي ها فيها كيف اللي فيها، شو اللي فيها يعني، الله يحفظك، يوم شيء ما يوز شيء، صندوق اسمه صندوق المقترحات. نعم الادمي يوم يشوف شيء ان شاء الله شيء ما يوز، ترى هاي كل هالامه موجوده حق شو رب العالمين مسخر الحكومه وقايل لهم هاي يبغوا يتخدمون الشعب. فالانسان اللي ما بحب يوبل يدخل في البيوت يعرف شو يوز شو ما يوز، فلذلك اللي ما يوز شيء صندوق مقترحات، شيء وصلناه وشيء ان شاء الله في الطريق. ايوه بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ الخاطر، الله يسلمك، الله يحفظك، هداك الله، الله يحفظك. سامحني عاد على غفله، اسمع الغالي في مال حبيبي، ما شيء فايد علي اليوم ابوي، ما بدخل محكمه ولا بخلص. لا لا انزين، انا اقول في خاطري هالوي هالبشره مش غريبه. الله يسلمك وعليك زود. سبحان الله، انت انا ما تدري انا متى اعرف ابوك. من قبل ما تطيح انت، يوم طاح، يوم طحت انت كنا الاول في الجهاز في شارع حمدان في مبنى يسمونه سيتي بنك، الجهاز ماخذ ثلاث ادوار، يوميا انا اضربه هو ابوك. لا اله الا الله، والله ابوك كان تعرف شو شغله ابوك الاول؟ شو؟ عادي عادي اكيد مسؤول مال البخاخير اللي في الجهاز، عن الحليب والشاي والاوراق واي شيء حد يبي شيء بالاستورات المفتاح عند ابوه. الحمد لله، لكن صك وحك ويا الموظفين ما يظهر شيء، ولين اليوم مرابط في الجهاز قاعد له بعده. نعم خلص والله. نعم ما شاء الله، الله يخلي ابوك، الله يحفظك، ابوك طيب ومحد شرات راعي سوالف وما يخط، شهر ما تضارب ويا وديتين وثلاث، لانه حريص ويعطي الحليب بقياس حق الفراش، هاك اللي سامحني هاي حقائق لابد من ذكرها. ابوك الله يحفظه وايد حريص، يعطيه الاول مصرح ساعتين، كل ساعتين يظهرون قوطي الحليب حق الموظفين، يعني اي والله، وابوك روح يشرب نص القوطي فيخلي حق باقي الموظفين نص قوطي. سلم على ابوك. سلام ابوك يحيى الهنائي ابو الهيثم، يعني الله يحفظه ويطول بعمره، كان كل الشباب اللي في الجهاز يحرفون براسه. وأبخل ما كان في الدنيا العودة كان هو. لا يا الله يا الله، بخل أمانة أمانة. لا 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 بخل. تحين داو في المحكمة ها؟ نعم داو. ما شاء الله عليك يا الهيثم، الله يسلمك، الله يحفظك، شعر شغلك عود أحيد دومة يتفشر بك والهيثم أبو الهيثم وهذا الهيثم، على الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قارب وايد ما استوى جاك جني. جزاك الله خير. الله يبارك.
السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك. مستمر بعك انت ولا؟ مستمرين طال عمرك. ما شاء الله. انت المنتخب ونحن التلاميذ. الله يعطيك العافيه. تعال انت الاول هناك في اللي في شارع لا تطري اسمه اللي في شارع المطار. اي نعم. مستمر هناك؟ بعد بالصالحي. مستمرين نعم. في نفس عندنا. لا غيرنا الحين مكان ثاني. زين زين زين. نادي السياحي. زين اوكي حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك. شرفنا نشوفك. شكرا شكرا. الله هذا الله يحفظكم اول ما شافني قال لي انت بعك لين الحين تتمرن؟ قلت له لين الحين اتمرن ولين تقوم لغط صالح اتمرن الرياضه هذا. ودر عنك انت يا حياس اصورك تراني يا حياس اصورك تراني انا اللايف ستايل هي حياتي كلها رياضه. الله يعوضك الله يعوضك. صحيح يا ركال تعال تعال تعمل يا خان شو اسمك انت؟ انا دين. ها؟ دين دين دين؟ ايوه. ولا رسول الدين ولا عماد الدين؟ دين محمد. دين محمد. أيوة. شو مشكلة هذا نفر ارباب مالك؟ ها؟ شو مشكلة؟ ارباب زين هذا؟ اي والله زين؟ اي والله زين. والله بعد؟ والله سيمسون سيمسون البتاني هذا. بعد بتاني هاللون ما شفت الحين. الصبغه ترى شيء بتان النمونة. الله 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 يحفظك. الناس كلها شافونا زين كله. الله يحفظك. العظيم اني ما دريت ان ابوك بكلر محمد بكلر مال وين مال مدرسه الكندي هذا انتاجه انت هذا انتاجه النمونة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني الله يحفظك. سوري تميت امزح ويا ابوك قدامك ما كنت تدري ان ابوك لا الوالد هو شيء فنان انا ما اطلع غير والد مرح مرح هذا اي والله ابوك كان فتنه هاك الايام كان عيونه خضر راح يستوى بحلقات ما ادري شيا الله يحفظك بكلر محمد بكلر ترى ياسا اصورك اقول لك الحمد لله انك بعك انت من الشباب اللي بعدهم متماسكين يعني من النوع اللي ما عول بعك كل مثل ما انت لكن الاول الوالد عيون خضر عسليات وتي لك وكان فتنه وكان عيب انه كان وايد قصير وما زال لكن كان شيء جلد واحد عطريت واسمه بكلر محمد بكلر الحين يقول اسمه احمد ما شاء الله في كم اسم من ايام الكندي ما شفته ايام الابتدائيين حق انت سلامك يا رب دنيا بكلر محمد بكلر حيدك واحد اشقر حمر من ثلج اي والله اقول لكم بالنسبه للموضوع القال والقيل البارحي طرت علي سالفه الحين وانا في المحكمه والله اني ودرت الرجال هناك هذا ونيت علي قبل ما انسى الموضوع الموضوع الله يحفظكم بالنسبه لموضوع القال والقيل في السنين الاوليه توفى الله يغفر له يسمونه حميد حميد هو يسمونه محمد بطي حميد الله يغفر له كان الله يحفظكم هذا الشخص يروي ماء ويا الحرمات يظهر من الفريج يصيروا منطقه يسمونها البحوث البحوث يروون من هالماء زين الحريم يظهرن تقريبا 40 60 80 حرمه يظهرن من الفريج ويصيرن يوردن ماء من البحوث فيصيرن في سيره تنهو في النص الله يغفر له يحلنا من الطريق كل هالبوظبي يعرفونه اللي من بوظبي كلهم يعرفونه 99% منهم يعرفونه توفى قبل كم من سنة يعني فيظهر في نص تقريبا 60 لو 70 حرمة يصير يرون في سيرة هذه منها تحلف براس الثانية ويردن في منشاف فن عادة كذا انشفن ورادات وبرويات الماء كل وحدة على راسها تمشي من كثر يعني الله يسامح إن شاء الله استغفر الله العظيم إن شاء الله إن الله بيسامحه بصلي وسميه إنزين كل واحدة منهن روحها في يم ما ترمس ويا الثانية من كثر الفتن ومن كثر القال والقيل اللي كان يستوي يعني طلعت أي السالفة يعني كان أول الناس كلها يعني تشير لي بالبنان في الموضوع هذا يعني الله يغفر له فلذلك ذكرت السالفة هاي قلت أخبركم بها إن يعني فريق
40 60 حرمه هذه منها تحلف راس بيعته في السيره وفي ردتن كل همه ناقمات والسب شو القال والقيل اللي س... عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كل ابوي ما صرت مكتب في المحكمه ولا في اي دائره ولا في اي مكان اي مكان اسير يتخبروني عن شركه جنان شركه شو المعلوم شو الاخبار شو استوى ابوي انا ما بيلس رمست رمست 14 يوم ليل بنهار بيلس اكررها لكل ما اشوف حد بيعد علي والله يتخبرني لا ابوي مال جنان وشركه جنان وشركه جنان وامور شركه جنان مال الدواجن موجود على قناه اليوتيوب ما عليك الا انك تدخل قناه اليوتيوب يوميا احط الاعلان وتدخل وين شركه جنان وموجود فهمت لا 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 والله عجزوني عايزه ما يخبرني انا طهرني الحلقه عادل رد لها ابوي بتلقطها في اليوتيوب يلا الله لا بس القطني حلقه كامله يلا حلقه كامله 600 تلميذ وين بقعد اكتب جنار بيظهر لك يلا اعتقد حد في الدنيا بيشوف هالمنظر بيقول انا متواجد في محكمه حياتكم شفتوا محكمه بهالمنظر حياتكم الدنيا العود كلها ما شيء المنظر مستحيل تلقطه في اي مكان كان اللي ادهى واحسنها اللي تكون هذا شوف المكان من يقول ان هذه محكمة حتى في محاكمك يا العاصمة حتى في محاكمك حتى في اماكن النزاعات وحل النزاعات الورود والازهار والمكان النظيف والمكان اللي يبعد الكآبة اللهم لك الحمد اللهم احفظها من بلد ودم عليها نعمة الأمن والأمان اليوم هذا يزاح يا الله يحفظكم اللي بيصير ويظهر من البيت مرة ويه الظهر هذا يزاح حين رد البيت ثلاثة شيء شمنه لو أنا سارح من الصبح قضيت مليون شغلة ورديت قبل الساعة 12 يا كذا يوم انا واصل المحكمة ويه الظهر شوي وأدن شو الواحد يقدر يخلص ما تروم تخلص شيء فالحمد لله بشيركم اني تيسرت اموري وخلصت لكن ازيدي مبغى ان الواحد لكن ما كان عندي شيء وايد ضروري يرزني اتعلم صباح الخير اليوم يعني شغلتي ما كانت وايد ضرورية بس يعني شيء بسيط ما يرزى ان الواحد يسرح له من الصبح لكن الحمد لله اللهم اني تاخرت في على الغداء يا الله يحفظكم مساكم الله بالخير والنور والسرور وين غازي هذا انا ها غازي ابويا جده دار الحي غازي جده دار الحي يا الله يحفظكم بالذات بالضبط هو مش ما يقول بالذات يقول بالضبط بالتحديد بعد لا بالذات ولا بالضبط بالتحديد بالتحديد الله يحفظكم ساير ند الشباب ساير في لازم ساير في مكان ساير لحضر شيء جليل ما يحصل هالزمان فبلا بالسبب هل انه مشاغل العرب يعني يا غير الحمد لله أنا حين جايتني الدعوة ومتنبلينها اليوم يومي هيك 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 اسم الموضوعنا البارحي اللي هما القال والقيل وترضيف الرمسات ونقل الحجي والنميمة وتغليظ القلوب والرمسات والقال والقيل يعني وايد تقول والله الحين الإنسان اللي يسوي هالنمون يسمونه راعي سوالف لا راعي السوالف يختلف راعي السوالف هذاك اللي برمسه سوالف ضعج عندك دونك علم خبر ما ينقل الرمسات ولا يسوونه يغلظ القلوب هذاك يغير النمام الوشاي هذاك يختلف ليش اللي رمسه بالشيء ما كان يسويه كن فيكون كن يعني بالشيء اللي ما كان ولا استوى قال كان واستوى كان واستوى ورضى في الحجي ورضفه مثلي ومثلوث هذا فرق بين اللي يسوي سوالف والادمي اللي يقرض العرب ويسبهم في ظهر شتان شتان فرق شاسع بعد الثرى عن الثريا
وبعد الماء عن السماء. بعد الماء عن السماء الفرق بين اللي يسوي سوالف وبين النمام، بين اللي يسوي سوالف وبين الإنسان اللي يسب العرب ويطري أعراضهم ويطري شوفاتهم ويطري أسرارهم ويطري علومهم وأخبارهم شو عندهم شو ما عندهم، هذا غير. واللي يقولهم شيء ما قالوا، واللي هذا فرق أبوي، هذا أبوي في جنة الخلد وهذاك أبوي في الدرك الأسفل. إيه والله المراد يعني الله يحفظكم. أنا سائر ند الشبل، سائر أحضر وليهم بوصل أخبركم. شوف تعرف شو بيستوي الموضوع من أوصل بتعرفون أنا وين سائر. الحين بحط لكم مقطع نبذة بما معنى نبذة بما معناه أو أخذ فكرة وين أنا ساير الحين، وين أنا ساير. الحين بحط لكم مقطع فيديو صغيروني بتشوفون وين أنا ساير، لكن ما هذا الفيديو ما أخذ من عشرات السنين، بتشوفون على ضوءه أنا وين ساير في نادي الشبل. ومن أوصل بخبركم وين أنا والعلم والخبر والأمور كلها يعني بتيجي إن شاء الله. فن المالد، هذا الفن الديني الضارب بالقدم في الحياة الشعبية الإماراتية، والذي يتزامن ويترافق مع احتفالات الإماراتيين بالمولد النبوي الشريف، حيث يعد فن المالد أحد أشكال الأغاني الدينية الإسلامية في مجتمع الإمارات، وكان يحظى باهتمام كبير من قبل أهل الإمارات وقيادتها، وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وهناك ثلاثة شروط لا بد من توفرها لأداء فن المالد. أولها النص، وهو عبارة عن منظومة طويلة موضوعها قصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام والسيرة النبوية العطرة. ثانيا المنشد، وعادة ما يكون من الفقهاء الذين تتوفر فيهم القدرة على فهم السيرة وحفظ هذا سيري. على الله يحفظكم. حاليا أنا موجود في نادي الشباب في منزل الشيخ محمد بن الشيخ مجرن، ورح تكون مناسبة جميلة وشيء جميل، والعالم حين يا الله يحفظكم ما حد يألنا. أول واحد يوصل في الدنيا العودة أنا يلي في الضبي وصلت عاد أنا يا الله بسد لين لاجي حد. أنا يا الله يحفظكم أدور السبب للسيرة والجية، ويعيبني الشيء الزين والشيء اللي الشيء اللي يعني يرزن الواحد يعني له. أنا لو قرقع صدع ولا ديانة ما ييت ما يي إلا للشيء الفنان، الشيء اللي ينضربه وصوف، يعني الشيء اللي أنا يعيبني ويدخل مزاجي أيه. وحين بربيكم بعده ما حد ابتدأ ولا حد يا من المعازيم، أنا كالعادة أول واحد من المعازيم. السلام عليكم. من الصور النادرة اللي موجودة اللي ما أكيد ما راح تكون موجودة إلا عندهم وفي بيتهم، يعني ما راح يكون عند حد إلا كان عيالهم ولا عيال عيالهم وأحفادهم، بتكون شيء نسخ ثاني موجود من الصور. تحيات شيخ زايد، لكن الباجين ما أعرفهم يلا الله يحفظهم. وهي بعد صور الجدام شيخ حمدان، والله مجموعة كبيرة يعني. عادة يكون المالد صفين، صف المنشد الصف الثاني هل بالسماعات، وفي النص عادة الأول وقت الشتاء يكون الميامر في النص اللي هن الشورات، يكون كوارين لو ثلاثة في عز الشتاء يكون الأول. والمالد متبتنا العقل روحي، أنا رمسكم عن عمري، أنا ما يخصني في فلان ولا علان قال زيد ولا قال عبيد، أنا أرمسكم عن عمري أنا. إلى الله يحفظكم انتبهت العقل المالد. والأول بعد حتى غير المالد يستوي على الله يحفظكم
يوادعون رمضان، يودعون رمضان بعد الأول فيلم سايد. الأول من دير زايد نحن يوم نحن صغارية كنا فروخ صغار في شيء مسيد مسيد المداهشة الوحيد في فريج القبيسات الأول هو ضبي يسوون يوم بيوجه في رمضان يوم 29 ضاوي 30 سووا له داع يا رمضان في المسيد أحيدهم مسيد المداهشة. يا أخي رحينا نعدم هالشيء ما أشوفه موجود. يعني أنا من هذاك الوقت لين هالوقت من هذاك الآن لين هالآن أنا ما شفت حد يوادع رمضان. يعني الأول في المسايد ومسيد واحد أحيد اللي في وضبي المسايد اللي في الفرجان اللي من غير الله أعلم بها يمكن أن شيء غير أنا اللي أحيد زين ما زين ونيل سخاري وكل هالعرب كل هالفرجان اللي دور ما دار المسيد يتيامعون الرميثات والقبيسات ويون بعد السودان ويون البومهير يتيامع يعني ناس وايدة في المسيد. المسيد ما كان عود بعد مسيد جامع لكن مش من الكبار مسيد عادي يعني مثل مسايدنا العادية الحالية لا يعتبر جامع ما بمثل ما بكبر مسيد هامل في مدينة زايد الأول شيء مسايد اثنين الجوامع مسيد حياة هامل ومسيد حياة ثاني بمرشد يا الله يغفر لهم يرحمهم الاثنين مسوين جوامع كبار. مسيد المداهشة ما تذكر منه الإمام اللي فيه غير مسيد هامل حياة مطوع صالح اللي تو توفى حضرنا عزاه قبل مدة في السمحة طوع صالح توفى تو جريب يعني توفى ما شاء الله من يوم نحن يهال هو كبير يعني حطيت صورها مدة يوم حضرنا العزاء ويوم سرنا لعياله على الله يحفظهم واحد من عيال بعد بمرادي على الله يحفظكم. فحينه اللي أنا أطريه إنه الوداع في رمضان يودعون رمضان الأول مسيد واحد زي ما بهذا حين موضوعنا المالد على الله يحفظكم. المالد الأول في غضبي أنا أرمسكم عن نفسي ما يخصني وكلامي خاص في أنا مش كلامي عام أنا لست بقناة أخي احتشرت يعني أنا مش قناة إعلامية تابع لحد أنا روحي هاي يسمونها قصتي واللي أرمس به اللي أنا أعرفه روحي أنا وما حد مسؤول عني روحي أنا مسؤول عن عمري وعن اللي أقوله. فالمالد من ثبتنا العقل وهو موجود في كل بيت الأول في أبوظبي في كل مناسبة على كل مناسبة على كل زواج أختان ملكة ساعات حتى بدون مناسبة مش شيء جديد المالد وماله وصول الجماعة اللي بيحضرون للمالد وبيسوون المالد ما بين حد يعني مثل فرقة العيالة ولا فرقة شيء من الفرق لا هاي فن المالد يظهر يتدرون يقبض الصف في المالد خيار العرب وصفوتهم وخيرتهم وأصلهم من الأصل والفصل والجاه والمنصب والوقار والسماحة والدين والنظافة واللطافة في كل شيء صفوة الناس تلقطهم موجودين في المالد يقبضون صف ولا ينشدون ولا يالسين حاضرين في المالد. حضور المالد شيء جميل يعطيك روحانية ترتاح مش ضروري تكون أنت شيء في بالك يعني يرتاح له القلب يرتاح له الخاطر ذكر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر سجايا الرسول وتذكر يعني شيء جميل يعني ما بنا شيء حينه مربوط بوقت معين غير الناس على رخصته وعلى إجازاته وعلى هذا تربط المناسبات وتربط الاحتفالات وتربط المواييب مثلا قالوا والله يوم الجمعة ولا يوم الاثنين أو يوم أيام الله كلها مبروكة ما في يوم دون عن يوم ولا يوم دون عن الآخر أيام الله كلها خير وبركة وتتيامع أمة لا إله إلا الله في هالمكان ويون الجماعة وتعشيهم كان عرس عشوهم ودخنوهم وتقهووا توكلوا على الله. اللي حضرون
الناس اللي تحضر المالد ودك تطالعهم بس لويوه تحرها بجالي من الليمان والطهارة والنظافة وخيارة اللي فيهم ما توجد في أي إنسان. سبحانك يا رب. واليوم يا الله يحفظكم أنا موجود في هالمكان وبيسوون مالد. المالد ليس مربوط بمناسبة يا غير يعني تركب يعني مثلا يوم جمعة ولا يوم المولد النبوي ولا يوم اللي هو يكون. يا الله يحفظكم. مثل ما قلت لكم أنا أول واحد جيت والحين دخل علي يا الله يحفظه ثاني المهيري. ثاني سلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك وكيف الحمد لله. يا الله يحفظك. يا الله يسلمك. أنا أول واحد جيت. الله يبارك فيك. بإيجاز أنا وين وشو اللي بيحصل حاليا؟ أنت في ميلس محمد بن الشيخ مجرن الله يحفظه. آمين. وهذا المجلس حافظ على إقامة مناسبة المولد الشريف يمكن. نعم. إذا بنقول وما نبالغ إنه أزيد من 100 سنة. سبحان. من أيام الشيخ مجرن والشيخ سلطان بن مجرن الأولي. نعم. محافظين على هذا الأمر على العادة الحسنة اللي استحسنها الفقهاء واللي جرت عليها عادة أهل البلاد هنا عندنا. نعم. في إقامة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحاول نجمع الشباب في في مثل هذه الأيام الفضيلة نذكرهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المديح اللي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حال على حسب عادته وعلى حسب يعني الحين ماخذيه كعادات وتقاليد. نعم. يعني. وكأمر أيضا وكأمر حث عليه الشرع بعمومه والفقهاء أقروه. ما يعني إذا رأينا الفقهاء من المذاهب الأربعة أغلبيتهم على جواز المالد أو المولد قامة المولد لنا الحمد لله. وعلى هذا الإفتاء الرسمي عندنا ومشايخنا وهلنا الأولين كذا. اللهم لك الحمد. نعم. أنت نعم. شو وضعك بالنسبة في المالد؟ إحنا أنا يمع الشباب اجتهدنا في محاولة يعني البحث عن القصائد اللي كتبوها مشايخ البلاد. نعم. الأداء اللي موجود عندنا في أبو ظبي ودبي. نعم. حاولنا نجمع المنشدين. نعم. نحث الشباب على مثل هذه المناسبات. هذا تطريع قوم السيد اللي عندنا أبو ظبي. السيد في أبو ظبي وهني عندنا في دبي بعد جماعة الشيخ أحمد بن حافظ الله يرحمه. نعم. والشيخ المريد الله يرحمه. يعلم الجنة. هذه اللي يعني الجماعة الأولين وشوابنا اللي. إنزين هل تعلم أن نحن بالنسبة اللي أنا لحقت عليه في أبو ظبي. نعم. من ثبت العقل. والمالد في كل مناسبة يستوي في كل مناسبة وفي كل محفل وفي كل. نعم. ساعات الأول في التلفزيون بضبي على كل عقب الأخبار. نعم. يوميا عقب الأخبار أظني ولا الجمعة وما أدري والله أنا ما يعني أحيدة أسبوعيا الاحتفال بتذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات هذا أمر يربطهم في مناسباتهم العادية مثل العرس مثل الختان مثل الانتقال لمنزل جديد يوم انتقلوا الجمعة هني سووا المالد. هذا يربط العادات بالنبي صلى الله عليه وسلم يربطها بالآخرة يربطها كل في كل مناسبة نذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لو وانسقت من أوزبكستان إلى الصحراء الكبرى في كل مناسبة عندهم مثل هذا اللي إحنا نسويه وكل حد على حساب عادته وعلى حساب تقليده. سبحان الله. الأمر هذا موجود في كل العالم الإسلامي مو بس عندنا لكن كل حد التعبير يختلف. إحنا عندنا هني الفن المالد اللي نسويه واللي سواء بالسماع ولا بغيره ألحانه وكلماته كلها محلية وإذا اختاروا العلماء كلمات من كلام ابن الفارض أو كلام غيره ف يعني هذا يمثل ذوق أهل البلاد وعلى اللي ضروا عليه وعلى اللي ضروا عليه حسب الـ الألحان المحلية. سبحان الله. نعم. أي تصورت نعم. شجرة العائلة. نعم. شو في شيء تقدر تفيدني فيه؟ هذا رحمة الله عليه الشيخ المرضى مجم. اي نعم. هذا الشيخ الطيب المتعب ابن الشيخ وهذا محمد بن الشيخ الله يحفظه. سبحان الله. مساكم الله بالخير. انا معاي الله يحفظكم عوض محمد بن مجرد. مساك الله بالخير. حياك الله. كيف حالك خوي؟ كيف انت؟ شرفتنا في الميلس. الله يسلمك ويحفظك. كيف انت؟ الحمد لله. اليوم المالد في ميلس الوالد. اليوم المالد في ميلس الوالد وجزاهم الله خير كل الحضور وتشرفنا بحضورك اليوم. على الله يسلم. هذا واجب على الله يسلم. انا اصلا من عشاق المالد من يوم
بارك الله فيك. هاي الصورة. هذا استقبال الله يرحمه الشيخ زايد لنا أيام رحلتنا حول العالم. أيوة. سنة كم هذا؟ 96 وكانت في جنيف. ما شاء الله. الحين أنت كنت في جنيف؟ أي في جنيف. أنت وين الحين؟ أنا أول واحد اللي مأشر بيدي. كان يوصينا أن نكون خير سفراء في جولتنا حول العالم ونعكس الصورة الطيبة مع شباب الإمارات. إلى الله يغفر. صورة تاريخية نشرف. منو الأعضاء؟ من أول واحد؟ أخونا محمد العامري. نعم. وأحمد العوهر وعبد الباري بن سوقات. وهذا مشلمك أبو محمد بن مجرة وأحمد العوهر كل واحد من همه. سبحان الله. هذا وين كنتوا في هالرحلة؟ كنا في جنيف واستغرقت الرحلة 6 سنوات حول العالم. 6 سنوات؟ كل ما رديتوا البلاد؟ لا 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 كل سنة مرحلة. أيوة. سنة أفريقيا أو سنة أمريكا أو سنة شرق. نعم. لما حطينا الرحلة سميناها حول العالم. ما شاء الله. إحنا ملتزمين بأن نكون نجوب العالم كله بالسيارات. وهذه كانت وصية من الله يرحمه الشيخ زايد. نكون خير سفرة بهاي. كم سيارة كنتم؟ وشو من السيارة؟ كنا سيارتين ولاند كروزر. طبعا الحمد لله الرحلة كانت موفقة. الحمد لله. دعم الشيوخ. وهذه صورة تاريخية. اللهم لك الحمد. اي والله انها ذكرى. صدق انها تاريخية. زين رد لي الصورة الثانية. هذه صورة مقناص. الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحلات القنص. نعم. وهذا الوالد الله يحفظه. آمين خليه. وهذا الشيخ مكتوم بن حشر. نعم. مكتوم الشيخ بطل مكتوم وعيسى أبو حميد. هذا عيسى أبو حميد؟ إيه. ما عرفت عين. عين هنا. أيوة. إيه. وعندك حمد بن سوقات. الله يحفظه. ومكتوم بن الشيخ بطل بن مكتوم. خليل الصايغ. خليل الصايغ. أيوة. هذه حظيرة. هاي حظيرة هالحين. حظيرة الرئيسية والله يرحمه بعد كان. في باكستان. باكستان. أنا عندي. أنا عندي. محمد بن خديجة. إيه. خال عندي صورة اللي فيها خالي محمد. الله يغفر له. سبحان الله. نزلت هم مدة بعدها في الستوري اللي كان موجود خالي فيها. كان عندهم طير شاهين أبيض. إيه. متى سكنتوا فيه؟ من تقريبا شهرين. ان شاء الله ضيوف لازم الناس كلنا اليوم تحافظ على الميالس هي اللي يكون فيها تبادل المعلومات والعلاقات الطيبه وتعارف الناس يعني افتتاحيه الميلس افتتاحيه الميلس يانا الشيخ محمد بن راشد زار الوالد وفرح الوالد بزيارته وفرح الشيوخ بزياره والدنا علاقة قديمة وعلاقة أهلية الحمد لله دائما نحن نشرف زيارة الشيوخ وزيارة الرب شرفنا فيك أنت اليوم جزاك الله خير يوم المالد الحمد لله الله يجعل إياكم كلها مبروكة بدل ما يقول لك العلاقات الدولية نعم العلاقات الشخصية هي أكيد جزاك الله كل خير يا ليه هذا الوالد يعني الله يحفظه الوالد الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان ما شاء الله وهي صورة تجمع الله يرحم الشيخ راشد الشيخ محمد بن راشد وهذا الوالد في عرس الشيخ محمد أيوة تدري إني حاضر عرس محمد بن راشد والله العظيم إني حاضر عرس الشيخ محمد وهذا الله يرحمه الشيخ بن مجرى محمد بن راشد اي ابو خير الهري كان الحين حاضر في العرس كلها اي لك كنت صغير تقريبا حوالي 17 هذه حطينا صوره شجره العائله اول ما دخلت صورت عارف ليش؟ نعم. لان الاهل الناس لازم تعرف اصولها وتعرف هي نعم. اهلها اي نعم هاي الامور لازم احنا لين سويناها تسال عمك تسال خالك تسالها وتسال هل هاي الاشياء الانسان لازم يحافظ عليها ايضا خالد من الطوائد المهمه تفضل الله ينصح كل شخص أن يجلس هي والده ولا هي أهله ولا هي والدته ودائما بدون صور المعلومات القديمة نعم. لأنها تكون وايد قيمة الذكريات هذه الناس بعدين تندم عليها الله إلا الذكريات ما في حد اليوم ما له قصة كل واحد سواء التاجر أو راعي القنص أو راعي البحر كل واحد له قصة بس يجب أن دائما نهتم ونصور نهتم بالناس الأوليين لأن التاريخ عندهم نعم. نستفيد من تجاربنا تأخذنا هاي هي نعم حياها هاي الشيء الصورة من الصبح أريد أسأل عنها والد رسمها رسام إيطالي في وين في بيتنا الأولي في المنزل وهذه تربط الذكريات
هذه السالفة حين تحس دائما يذكرون ذكريات قديمة. نعم نعم. ورحلات مولية سواء في البلاد أو في المقناطس. سبحان الله. يعني صورة مبين وايد حميمية حميمية. يلا الله يطول بعمارهم ويحفظهم. أبوي حين رشحنا أخونا خالد الخالدي في رحلة أي رحلات مستقبلية إن شاء الله. غيبان ولا لا تسبق غيبان ما فيه زي رحلاتنا مشاي هي جري هي بحر ما أرقيبال ما فيه ولد حلا جاهز يعني جاهز حق كل شيء إلا إني أرقيبال ما فيه عنب وليها كبرنا شاطة ما يربتني حاليا لا 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 يسوي رياضة ولو سوي 600 رياضة أنا بأركب يبال هذا شاعر يلا شاعر تعال نباك أبوي عليكم السلام حبيبي مرحبا سهل سلام عليكم سلام عليكم زين أنا المر بن سلطان بن بطي بن مجرن والله والنعم ونعم حالة زين شو عندك والله نحن يعني كيف ما فهمت كيف شو عندك قصيد عندي هي قصيد عندك قصيد إن شاء الله بعد قصيد يعني. إن شاء الله قصيد من القصيد اللي يعز عليه إن شاء الله طال عمرك يقول لك زجرت القلب عن حب الغواني ولكن نفى أمري وعصاني وقال القلب مخلوق عشانه اللي أرمى وصوب بالعياني يلي أرمى وصوب بالعياني فلا تسمع فلا تسمع القول المغرضين وانا عندي لك ردود وبياني ترى مروي عن الحفاظ قولا حديثا من الحديث الحساني يقول اللي يحب وعف نفسه شهيدا عند ربه في اماني ترى مجنون ليلة هو امامك بشرع الحب ما لك حد ثاني سبك بحب ليلة العامرية وطالع في المصارع والغاني ويلي سابقينك تابعينه وقالوا الحب فرضا بالعياني وانا حبيت خلي من صغريه تظيم الخصر مدعوي العياني تجلالي وتيمني بجماله يشابه حور فردوس الجناني ألاي المر لا تهوى سواهم وبنظاهر له أقوال ومعاني إذا رضي الصديج عن الصديج يموت الواش فيما يراه طاني وهذا مثل قول الأولين مع الحفاظ وصفا من زماني وخلينا البغيض يموت غيض ويبس مثل شن اللي هباني سواني ما شاء الله عادي عادي على الله يحافظك الحين الطمع يطول بعمرك أنا من الطمع فيه خاصة من أشوف شيء حاشاك إن شاء الله وايد زين لا طمع من جدا شيء زين يعني نعم تفضل الله يطول بعمرك عندي شيء من القصيد زيادة إيه بزيادة بالزوت معناه طمع يقول لك طال عمرك نوح الحمام اللي على الفن هيض شجوني والمقالي خلى الفوادي ون ويحن وينوح دومه في الليالي عشاك تغر صغير السن عديم وصفه والجمالي يفعل كما يفعل حرف عنه القلبي على حكم الحلالي له بيت في قلبي ويسكن مبناي في عالم خيالي ولحب باللطناني وزن ما أخذ وصيفا من الغزالي دايم عليه الروح بتحن تبكي على راعي الذلالي صلوا على المرسول للجن والإنس بعداد الرمالي الله أبوي أنتوا لا تخربون عادة علينا يا الله يحفظكم أي نعم لا تخربوا علينا يا الله عندك شاعر يقول يوم الحبيب روح العين غر جميل وترف الأطراف كني ضربت بحد سكين وامسى فواد الصب نزاف له في فوادي قصرا نمكين فيها الحرس على الباب وقاف عن العدو قال عن العدو الحاسد الشين يلي من الله مول ما خاف أبغي القلبي حد يعين لأن الزمن للقلب ما راف ودا حبيبي عني العين يلي كمل في كل لو صاف يلي كمل في كل لو صاف قال يا رب تجمع بين الاثنين وتجمع طريجا فيه لولا حبه دخل قلبي من سنين من يوم كان القلب شفاف ما له في كلامه عطف معلين ما له كلامه مخربطا جاف يا سيدي ونيت 200 الحق ذريجا للكرعة سؤال بس عاد شيء بالقصيد اللي يعني اكتبناه من زمان ما شاء الله الحين ما نكتبه على الله يحفظك الله يطول بعمرك يا مرحبا شيء تحفظ انت من قصيد هذا اللي في المالد ولا اللي في المالد يعني شيء اناشيد وايده المنشدين اللي موجودين الحين المنشد عندنا علي بن عروف هذا منشدنا وين الطبق خلنا نشوفه هذا منشدنا ما شاء الله علي بن عروف والنعم والمنشدين وايدين هناك تبارك الله وكل اللي يحضرون بعد ينشدون ما شاء الله الله يطرح فيهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يلا الله يبارك فيهم ان شاء الله يلا الله يبارك فيكم يا شباب خليكم ان شاء الله يشلون المالد الحين عيال ابراهيم ميدان الله يرحمه هنا وحسن عشوان هنا ومجموعة من الشباب بعد هني أحمد بغير جماعة من هذا أحمد بغير هذا بعد ينشد ينشد وياهم يشد ما شاء الله ما شاء الله وهذا شبابنا كلهم لا الولد هذا ولد الإمام ما أدري لا ما ربس صغير من الرجال هذا
اللي يقرا هذه العيال حميده عيال ابراهيم حميده ما شاء الله ابوهم من شد ابوهم رحم الله يرحمه نعم كان مشد سبحان الله نعم الله عليه وولد صلى الله عليه وسلم.
وولدت مكحول العيون اهد الوقار يتيما صلوا عليه. الله
العائلة هذول سالم الحي برمس ويا صلاح وبتريب ورينا الخير وبتغدى اي ها وين تشي العيد باكر شي مرعود في العيد شي ثلاث مواضيع مواضيع باكر العسل الموضوع الرئيسي ورا باكر يوم الثلاثة الضحى العالي الموضوع بعد مهم عرس يوم الثلاثة العسل وان شاء الله يوم الثلاثة في الليل تضويك انت يا محمد بن زايد الراد مدينة محمد بن زايد وبتمرن وبرمس وياه كل الدنيا سهالة مرة يلا اصبحنا على خير بس عاد عليكم يوم الا رمسة وفيديوهات وسنابات مرة ما خليت شيء انا اليوم تبارك الرحمن يلا اصبحنا على خير.